انا دايما بحب اتفرج على افلام اباحيه، ومش بحب غير الافلام، ومش بستمتع بمعاشره جوزي زي الافلام، وعايزه حل لاني تعبت ومش عارفه اتخلص ازاي من اللي انا فيه. في مبدأ اسمه راديكال امبيوتيشن، البتر من الجذر. سيد المسيح لما قال إذا عثرتك عينك ما قالش غمضها، قال اقلعها. طبعا ما قصدش هنا ان راح يعني فيزيكالي يقلع عينيه، بس هنا الفكرة ان انا ابتر، اقطع تماما اي حاجة بتعثرني. الحاجات الإباحية دي خطر شديد جدا جدا يعني. فأهم حاجة ان هي تقطع كل تواصل بالإنترنت، بمعنى ان لو هي معاها تليفون اتس اوكي ان هي تجيب تليفون عادي، مش سمارت فون، تليفون من التليفونات العاديه خالص. بحيث يبقى التمتيشن اللي ممكن يجي انها تتفرج على حاجات اباحيه على التليفون ما بقاش موجود. لو البيت فيه انترنت ولا كمبيوتر ولا كده ممكن تحطه في، يعني هي ما تشوفش الايميلات بتاعتها او وات ايفر غير في بابليك اري، في حته اوكي في في الليفنج روم مثلا living room علشان يبقى ما تقدرش اوكي تبقاش قاعده لوحدها يعني. لو هي يعني عندها ايباد او حاجه زي كده ممكن تسيبه في بابليك اريا، ما تاخدوش معاها لوحدها. اوكي طبعا اللي هي قالته ان هي ما بتستمتعش بالعلاقه مع زوجها، ده رد فعل طبيعي للمواقع الإباحية. لأن تاير احنا مرة تكلمنا بسرعة عن الموضوع ده، ان المواقع الإباحية كل شوية بتدي حاجات في الشذوذ اكتر واكتر واكتر. والواحد من كتر ما هو بيبص عليها فاللي بيثيره الحاجات الطبيعية ما بقاش بتثيره. وأكيد الحاجات الشاذة ما بتبقاش بتثيره، بيدور على حاجات اصعب وحاجات اصعب وحاجات اصعب. فطبعا دي هتلاقي ان الإثارة عايزة حاجات بشعة جدا من اللي هي بتشوفها على في الأفلام الإباحية دي علشان هي تثار أو تندمج مع زوجها. الحاجة التانية ان أحيانا من كتر مش عارف استخدم كلمة ايه، الحاجات المقرفة، سوري في التعبير مش لاقي كلمة تانية، اللي الواحد بيشوفها على المواقع الإباحية دي واللي هي بتحب جوزها وتحترمه عايزة تحافظ عليه في مكان محترم بعيد عن المناظر اللي بتشوفها الدنيا اللي هي بتشوفها. فعلشان كده لما بتيجي مثلا في علاقة زوجية مع زوجها بتلاقي كل الصور الدنيا دي الموجودة في ذهنها، وهي مش قادرة تشوف لنفسها ولا جوزها في حاجة زي كده. فده شوهت صورة الجنس المقدس اللي ربنا وضعه كعلامة للحب ما بين زوج وزوجة، شوهت الصورة الجميلة للجنس ده بالمواقع الإباحية اللي هي شافتها يعني. وطبعا الحاجات دي بتعمل إدمان. فهي بقى هتلاقي نفسها دخلت في دائرة الإدمان ومش قادرة تبطل منها. عشان كده نصيحتي ليها انها تبتر، اللي هي راديكال امبيتيشن، تبتر تماما كل علاقة او كل شيء ممكن بيخليها تبقى تمتد انها تتفرج على المواقع الإباحية. اتس اوكي ان ما يبقاش عندها سمارت فون، ما فيش مشكلة. هتقول بس انا مشتركة في جروبز وناس واصحابي ومش عارف ايه الى اخره، ممكن يبقى في تليفون سايبها بابليك يعني في البيت في الليفنج روم، ولو عايزه تشيك يعني جروبز مثلا على واتساب ولا واتيفر يعني، ويبقى في تليفون تاني اللي هي بتخرج بيه بتروح بيه بنمره تانية. وده يبقى تليفون مش سمارت فون. اللي انا عايز اقوله لما سيد المسيح قال لنا اقطع ايدك اقطع رجلك اقلع عينك خير انك تدخل الأبدية أعرج أو أعور من أنك تلقى في جهنم ولك يدان أو لك رجلان أو عينان، ده مبدأ مهم جدا.
وطبعا الحياه الروحيه بقى يعني هي محتاجه علشان تقدر تعمل ده محتاجه سبورت من نعمه ربنا، محتاجه صلاه، محتاجه صوم، محتاجه مطنيات. الخطايا الجسديه محتاج يعادلها ضبط في الجسد، فالصوم هيبقى مفيد ليها، المطنيات مفيده ليها طبعا، والصلاه والكتاب المقدس والاعتراف. كتير يعني البنات ما بيبقوش عندهم الجرأة في الاعتراف زي الولاد بالحاجات دي، فهي برضه محتاجه تروح تعترف. اوكي. مش لازم بتفاصيل يعني، ممكن تقول انا بتفرج على مواقع اباحيه وبس كده يعني، لكن لازم تكشف الفكر ده في الاعتراف، هتاخد قوه ومعونه من عند ربنا. امين يا بنتي، امين يا سيدنا.